لوجا بالمكسرة، هل جيت أفرجيكم كيف طريقة عياراتها؟ نعملها لينة فيها ليونة أو صلبة. نجيب مكسرات، أي نوع مكسرات أنتو ترغبوا فيه، بنحمصها، بعد ما نحمصها بنهرسها، وبعدين نوضع 70 جرام من الزبدة على حرارة هادئة، شوكولاتة بيضاء 100 جرام بنقطعها لقطع صغيرة بنوضعها في الزبدة على حرارة هادئة. مكسرات الكمية والنوع مثل ما حكينا هو اختياري، بنوضع 100 جرام بشمله وبنقلب باستمرار. إذا بدكم إياها صلبة تخلوها 10 دقائق، أنا بحبها تكون صلبة شوية. إذا بدكم إياها فيها ليونة خلوها 7 دقائق تكون فيها ليونة. على ورق زبدة بنسكبها. ممكن نعمل شوكولاتة غامقة أو أي نوع شوكولاتة أنتم بترغبوا فيها، 100 جرام نفس العيارات نفس الشيء. إذا بدنا نوضعها بالثلاجة، التخزين يكون في الثلاجة، في الثلاجة بتكون بتتمسك أكتر. إذا بدكم إياها تكون فيها ليونة أكتر بنطلعها قبل ما نستخدمها من الثلاجة، بكون فيها ليونة أكتر. مثل ما حكينا، إذا بدكم إياها ليونة فيها مقطة خلوها خارج الثلاجة قبل الاستخدام، مثل هيك بتصير. هذا لو عملناها 10 دقائق، لكن لو بدنا نعملها أقل ليونة نخليها 7 دقائق تكون فيها ليونة أكتر. في عندي أكثر من 500 وصفة صحية لمرضى السكر وللكيتو دايت، المعني اشترك حتى يوصلكم كل جديد. بصراحة أكثر من روعة، أتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات لأنه رأيكم كتير بهمني. رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير، في أمان الله.